وللحديث أكثر عن تظاهرات المحاضرين والخريجين ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، مرحبا بك معنا سيد كاظم. حياكم الله. موجة جديدة من التظاهرات الرافضة لإهمال مطالب الاحتجاجات المتكررة بشأن التوظيف، أين ذهبت وعود السوداني بتوفير درجات للخريجين؟ سيد الكريم، هنالك تساهل حكومي واضح لمطالب المتظاهرين وعود كارثة لا تتعدى الكلمات فقط، وعود لا أساس لها من الصحة. السيد السوداني وعد المتظاهرين وخصوصا المحاضرين المجانيين والخريجين بأن يحل مشاكلهم ويلي قضيتهم ويثبت المحاضرين، خصوصا اولئك الذين امضوا سنوات طويله بالتدريس المجاني. هذا لم يحصل. المحاضرين حاليا يطالبون خصوصا اصحاب العقود منهم بتثبيتهم على الملاك الدائم. كذلك هنالك قسم كبير منهم، يعني اعداد كبيره منهم لا زالوا يعني يمارسون التعليم بالمجان، ايضا يطالبون يا اما عقود او تثبيت على الملاك الدائم. الكل حاليا وايضا الخريجين يطالبون بالتعيين، وايضا لا احد يستجيب لمطالبهم، وخصوصا يعني خريجي المعاهد والكليات. انا كنت ملتزما لهم وكثير ما اسالهم حول ما استفدت في قضيتهم وبلغتهم، لكنهم يقولون دائما ان الحكومه تعدنا بالتعيين وانها ستقضي على البطاله وان الكل سينال حقه، لكن هذا مجرد يعني ورود لا يتعدى ذلك. حاليا المتظاهرين في ثقاف، خصوصا ثقاف والمحافظات الاخرى والديوانيه، قالوا باننا سنعلن الاعصار والمدفوع، وهنالك اصحاب العقود ايضا المحاضرين اصحاب العقود يقولون باننا سوف نعتصم ونمتنع عن التعليم. نعم. فهذا يؤثر على المدارس والكليات التي يمارسون فيها التعليم لهذه الطلبه والتلاميذ الذين لا زالوا قيد التدريس. نعم. طيب، تظاهر المئات من المحاضرين المجانيين في محافظه ديالى امام مديريه التربيه مع اغلاق بوابتها بطبيعه الحال، والامر ذاته حدث في النجف، هل تعتقد ان هذه التظاهرات يمكن ان تتطور في ظل الاهمال الحكومي شبه المتعمد لمطالبهم؟ هي حاليا المظاهرات بدات تاخذ جرعه يعني اكبر من الاول. كان المحاضرون والخريجين يطالبون بالتعيين او التثبيت، ولكن بين المحافظه واخرى هنالك محافظات هادئه وهنالك محافظات يعني يوجد فيها تصعيد، لكن الان حاليا في هذه الايام في الايام الاخيره جميع المحافظات تقريبا توحدت، والطلاب يعني الخريجين والمحاضرين المجانيين ايضا وقفوا طالبهم في كل المحافظات، ليس في ديالى فقط يهددون باغلاق التربيه، كذلك الناصريه حاليا اليوم احرقوا الاطارات في تقاطع البو وهددوا باغلاق التربيه، المحاضرين التربويين طبعا. وهنالك ايضا في التصعيد وعودة الثوره التشرين الى ما كان عليه في السابق. كاظم ماجد الناشط في التظاهرات.